أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. دعيوا مع الناس اللي شافوا في حالكم وجاوا باش ينسوكم، يعني نطلب الله عز وجل الله ينجيهم من الزلازل والمحن والبلاء والفتن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يتقبل صدقاتهم، نطلب من الله عز وجل أن يحفظهم في السفر وفي الحضر، نطلب من الله عز وجل أن يحفظهم ذهابا وإيابا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادهم وأن يبارك في أرزاقهم وأن يبارك في عمرهم وأن يبارك لهم في كل ما يملكون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يرزقهم الصحة وأن يرزقهم السعادة في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يجعل صدقاتهم سببا لمغفرة ذنوبهم وسببا لستر عيوبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يدفع عنهم الشر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نطلب من الله عز وجل أن يتقبل منهم. نطلب من الله عز وجل أن يجعل عملهم هذا عملا خالصا لوجهه الكريم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل عملهم هذا خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. نطلب من الله عز وجل أن يرحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم أسكنهم فسيح جنانك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أجسني أخبر ربي تبارك وتعالى الصدقات نزل، أجسني ربي تبارك وتعالى غير الميزان المقبول، أجسني أحفظ ربي تبارك وتعالى. اللهم احفظهم كما حفظت كتابك وكما حفظت نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهم كما حفظت نبيك وكما حفظت كتابك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى طريقك، اللهم اهدهم إلى طريقك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدهم إلى طريقك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا وإياهم، اللهم احفظنا وإياهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن والزلازل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارحم ربي تبارك وتعالى كل ما يموتنا الزلزال، ارحم ربي تبارك وتعالى كما ربي ارحم لقلبي مع الذين انعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اي ربي تبارك وتعالى القبور مفترجات من هذه الجنه، ارجع ربي تبارك وتعالى حفرة من حفر النار. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.